أصلي دكتورة عائشة، كيفك؟ فيني أطلب منك طلب؟ طبعاً. يعني إذا ما عندك شي فيك تخليني أسمع صوت نبضات قلب الجنين؟ إيه أكيد، تعي. حاجة كتير لهالشي. مرحبا يا ماما. صغير كتير. جاهزة لسمعك نبض الجنين؟ جاهزة. يلا يا ابني صور لنا ياهن، يلا ركز لنا على وجوههن. لساتك مصرة أنك ما تخبري زوجك؟ إيه، لأنه ما بده إياه. ليش لأقول له عن شي هو ما بده إياه؟ جيبي لهون، خليه يسمع نبض الجنين. إذا ما إجا مرة تانية رح أحرق شهادتي. أصلي كل رجال بيسمع أنه بده يصير أب يخاف، شو بده يصير وكيف رح يصير؟ لازم تاخدي هذا الشي بعين الاعتبار. هو ما بيخاف من شي أبدا. ليكي اللي كان بده يكسر الباب مبارح ما خلاني حس بهذا الشي. رجاء فكري بالموضوع، إذا ما بده خلص يصطفل، بس هو من حقه يعرف. أساساً كان بيعرف، عنده علم بالموضوع. أكيد أول شي ما استوعب القصة. أنا ما عم دافع عنه أبداً، بس هو عن جد كان بده يعلى هذا الولد. ليكي أنا لا شفته شو لا بعرفه، صريخه مبارح قدام الباب هذا اللي خلاني أتأكد. رجاء فكري بالموضوع. كيف عملتي هيك؟ ليكي اللي كان بده يكسر الباب مبارح ما خلاني حس بهذا الشي. رجاء فكري بالموضوع، إذا ما بده خلص يصطفي، بس هو من حقه يعرف. ألو، نعم سيد جنكيز. ألو، مرحبا مدام أصلي. أهلين مدام أصلي، أنا خلصت شغلي هلأ، وينك أنت؟ قولي لي وين فينا نلتقي؟ أنا تراجعت عن فكرة الطلاق. أنا بحبه كتير ورح يصير عنا ولد، لهيك ما عاد بدي اتطلق. مدام أصلي؟ إيه معك. عفواً أنا خلصت شغلي، قلي لي وين وكيف بدنا نلتقي يا مدام. خلينا نمشي بالدعوة، وين بدك نلتقي؟ بليفنت إذا بيناسبك. إيه بيناسبني، نلتقى هني. مدام أصلي؟ إيه؟ إيه شفتك جاي جاي. مرحبا. أهلين. أنا جنكيز كتالني. أنا أصلي شينار. لا تواخذيني تأخرت عليك شوي. لا ولا يهمك، أنا من شوي وصلت أساسا. كيف صحتك؟ يعني